هاد الكيكه من دقوا هما لي الدار عجبتهم بزاف بصراحه. انا ما كنبغيش ناخذ غير رايي انا، ميم كتعجبني الحاجه وما نعرفش كان راسو عاد دابا داز من هنا ما نعرف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كيف الحال اصدقائي؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير واموركم تكون في احسن احوالها. الكيك ديال اليوم بدون منازع، بدون منازع، غير وجديه وردي عليا كيفاش جمعك، لانه بصراحه جا كيحمق. خلينا من ديك الكيك ديال الحامض اللي ما كيجيش نسمه هذا الحامض باينه، كله رطب فلافي مسقي بواحد الكلاصاج ديال الحامض اللي كيجي رائع وكيحافظ لينا على داك الطراوه والرطوبه ديال الكيك. من احسن لي كيك ديال الحامض اللي تقدري توجدي. قبل ما ندوز المقادير وطريقه التحضير، كيف ما العاده ما نساش نوصيكم بان الهدف من هذه القناه هو هدف تعليمي محض 100%. هادشي علاش كنطلب منكم المساعده في حاجه وحده، هي انكم قبل ما تخرجوا من لا فيديو تضغطوا على زر الاعجاب، كذلك تخليونا التعليق ديالكم اسفل الفيديو والبارطاج مع العائله والاصدقاء الاقرب المقربين اللي مهتمين بالدومين وكتظن بانهم يقدروا يستافدوا من الفيديوهات ديالي، هكذا باش اننا نقدروا نستقطبوا اكبر عدد ممكن من الناس وتكبر العائله ديالنا وتعم الاستفاده ان شاء الله. كنفكر ندير لكم واحد لا فورماسيون صغيره هكذا في الشوكولا بالنسبه للناس اللي باغيين يحضروا لي بونبون شوكولا بلا لايغوغراف، غنتعرفوا على بزاف ديال لي زاسوس وكذلك غنتعرفوا على انواع لي كولورون باش نقدروا نلونوا البيغ دو كاكاو بلي كولورون اللي كيصلحوا للشوكولا، لان ما نقدروش نخدموا في الشوكولا اي كولورون. كاينين عندنا جوج الانواع ديال لي كولورون، كاين كولورون هيدروسوليبل وليبوسوليبل، حتى حاجه وفين كتخدموا ولا اش كتخدم، هادشي كله غتشوفوه على قناتكم يوتيوب مائده ام حمزه. فيديو زوين بزاف، خليكم معايا. هنا قبل ما نخلط الكيك ديما كتسولوني على العبارات ديال المول، كنسى ما كنحطهمش، مهم انا من هنا لقدام اي فيديو حطيتو غنعطيكم العبارات. هاد المول من الفوق ديالو فيه 20 سنتيم، اما الا عبرناه من التحت فيه 18 سنتيم. شو كيف ما شفتو الجوانب ديالو ما طالعينش مقادين، طالع وكيوسع مع الجناب. غادي نخليه حتى من بعد باش ندهنو بالزبده ونرشو بالدقيق، صافي غادي نخليه على جنب. وكنصحكم تستعملوا هاد المول اللي كيكونوا على هاد الشكل هكا، كيجيو لي كيك ديالهم سبحان الله متولين وزويونين، والحاجه ملي كتكون صغيره حتى في المنظر ديالها كتكون زوينه. غادي ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. ناخذ الزلافه ديالي، غادي ندير فيها اول حاجه 3 ديال البيضات او ما يعادل 150 غرام، البيض دائما يكون بدرجه حراره الغرفه. صافي غادي ندير واحد رشيشه ديال الملحه، الملحه دائما في اي بريباراسيون ما نساوش رشيشه الملحه لانها كتخرج لينا المذاقات، يسغطو الا كنا غنستعملو شي حاجه اللي هي اسيد بحال سيترون اولا غنديرو بحال دابا الفرومبواز، يعني كيجي المذاق باين اكثر. غادي نزيد 150 غرام ديال السكر، وغادي نزيد جوج خنيشات ديال الفاني، كديري جوج يلاه يلاه كيجي لوكو باين شويه، سينو كان عندكم شي فاني زوينه ليكيد ولا كوز فاني خلاص راه كتجي رائعه. غندير لي ساشي ديالي كيف ما كتشوفوا، غنحاول نخدم هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيتشكشكش البيض مع السكر وكنحس به انسجم، ما بقاش اونغرين كيف ما كتشوفوا بحال هكذا، صافي كنحس به بانه داب داك السكر تماما. عاد غادي نضيف باقي المكونات، فغادي نحرك ونرجع معكم. بالنسبه للناس اللي عشاق الحامض فانا كنقول لكم على ضمانتي غيجربوا هاد الكيك غادي تولي معتمده عندكم باذن الله. هنا من بعد ما خلطت المكونات ديالي مزيان مع بعضياتهم، غادي نضيف اهم عنصر، غادي نزيدو لي زاست ديالنا اولا القشور ديال جوج حامضات مبشورين. كيف ما عارفين ملي كنكونو كنحكو الحامض ما كندخلوش على البيض، فقط كنحيدو الصفر. وعرفتوا لوغو ديال هذا الحامض كيفاش كيجي مزع في وسط الكيك وكيفاش كيجي عطي داك المذاق زوين بزاف بزاف. هنا غادي نضيفو باقي المكونات، غادي نزيد عندي هنا 80 غرام ديال الزيت النباتيه وندير واحد التحريكه خفيفه من طبيعه الحال. غادي نضيف 50 غرام ديال لا كريم ليكيد سون سكر، نقدروا نعوضوها بالحليب الا ما كانش لا كريم ليكيد نقدروا نعوضوها بطبيعه الحال بالحليب، مي لا كريم فيها لا ماتيغ غراس كتعطينا واحد الهشاشه زوينه بزاف للكيك وكتخليه يبقى رطب لمده طويله. من بعد ما زدت لا كريم غادي ندير واحد التحريكه خفيفه للمره الاخيره وغادي نضيفو الدقيق، عندي 180 غرام ديال الدقيق الابيض النوعيه الخاصه بالحلويات، غادي نغربلها مزيان من طبيعه الحال ونزيد عليها واحد الخنيشه ديال 7 غرام من خميره الحلويات، 7 غرام فقط لا اقل ولا اكثر. غادي نحرك المكونات ديالي مزيان مزيان وغادي نضيف في الاخير 20 غرام ديال البافو اولا بذور الخشخاش حتى الاخر وكنحرك. فهاد الاثناء الفران ديالي كيكون سخون على درجه حراره 165 من الفوق ومن التحت بلا فرفاره، كنأكد على البنات الكيك ما يحتاجش نهائيا الفرفاره، من الفوق ومن التحت على درجه حراره 160 كندخل الكيك ديالي تقريبا كياخذ ليا 45 دقيقه ديال الطياب، دوز 45 دقيقه ديال الطياب ندخل الكيك ديالنا يطيب ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو من مور ما كيطيب. وغادي نوجدوا لو كلاصاج ديال سيترون
اللي كيعطي له نكهه خاصه وكيزيد يثبت المذاق ديال الحامض على الكيك ديالنا. فغادي نقول لكم خليكم معايا باش تشوفوا باقي المراحل اللي جايه، ما تمشيو فيه. من قبل استعملنا قشور ديال جوج حامضات، ها هما جوج حامضات باقيين عندنا لاننا مازال غادي نستعملوهم. غنحاول نحيد منهم ثلاثه ديال لي طرونش اللي غنحتفظ بهم للتزيين، والباقي غادي نعصرو لانني غنحتاج العصير ديال الحامض باش نحضروا هذاك الكلاصاج اللي غنسقيو به الكيك. في زلافه خديت ثلاثه المعالق ديال السكر كلاصي وكنبدا نضيف عصير ديال الحامض. هنا الكلاصاج ديالنا غنحتاجو ليه يكون شويه خفيف، حنا ما باغينش داك الكلاصاج اللي كيجي بيض بزاف وكيجي ثقيل وكيجي باين، لا حنا بغيناه يكون خفيف لان غيغطي لنا الكيك كامل حتى من الجوانب ديالو، وصدقوني كيعطيها واحد المذاق رائع. بالنسبه لهاد لي طرونش فانا نشفتهم مزيان بالبابي، حيت منهم كاع داك لو جو اللي فيهم، ورشيت عليهم السكر كلاصي وغندخلهم الفران يتكاراميليزاو لاننا غنستعملوهم للتزيين. من بعد ما حيدنا الكيك ديالنا من المول وخليناه برد تماما، كنسقيوه بداك الكلاصاج ديال الحامض مع السكر كلاصي، بنات كيعطيه واحد النكهه خاصه. وكنخرجوا هذوك لي طرونش كيف ما شفتوا ديال الحامض، كنديروهم من الفوق، كيبقى اختياريه طريقه تزيين حسب الرغبه، ديروهم ما ديروهمش، المهم تجربوا لي هذا الكيك وتستمتعوا بالطراوه ديالو بالمذاق ديال الحامض اللي بصراحه جا رائع. غادي نستناكم كاملين تجربوها وتردوا عليا الاخبار لانها كتستحق تجربه، ما تنساوش.